بسم الله الرحمن الرحيم. وشكرا، هنا بقى بنزين الوافل ستيك دي، سواء انت عندك قوالب او الجهاز اللي هو الجاهز اللي احنا بنعمل منه الجهاز الكهربي. فوصفه جميله جدا، اطفالك كلهم هيحبوها. في البدايه خالص احنا عندنا هنا بيضه هنخفقها كويس جدا، وهنضيف عليها طبعا باكت فانيليا، ونبدا ان احنا نخفقها كويس. وبعد كده طبعا هنضيف سكر 50 جرام من السكر، عايزه تقللي تخليهم 40 مفيش مشاكل، بس 50 جرام كويس جدا. ونخلط مع بعض، وبعد كده هنضيف 60 ملي من الحليب، ندمج كويس. هكون مجهزه 30 جرام من النشا هنضيفه للخليط بتاعنا. وبعد كده الدقيق بتاعي ممكن ابقى احط عليه رشه ملح، ممكن ما تحطيش مش مشكله. فدي عندنا 130 جرام من الدقيق، وطبعا 6 جرام من البيكنج باودر، وندمج المكونات دي كده مع بعض. وبعد كده هنضيف 120 ملي من الميه، ندمجهم بقى كويسين. هو السائل بتاعي عباره عن بيبقى سائل كده، يعني ما بيبقاش كريمي، لا بيبقى سائل. عندي هنا 40 جرام من الزبده انا مسيحاهم، وطبعا بيكونوا درجه حراره الغرفه، يعني ما تحطهمش سخنين. نقلب بقى كويس، وبعد كده نصفي الخليط دوت بمصفى. كده الخليط بتاعي جاهز معايا. على طول بقى هنروح نشغل جهاز الجينو، الجهاز الكهربائي اي نوع عندك عامه يعني، ونبدا ان احنا نبص للجهاز انه بندهنه الاول بالزيت، وبعد كده لما يسخن بيتحول للضوء الاخضر. نبدا ان احنا نرص العصيان بقى بتاعتنا، ونحط الخليط بتاعنا زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنقفل الجهاز، وهتلاقيه تحول لون الاحمر فاصفر كده. هنستنى لحد ما الجهة اللي فيها اصفر فاخضر كلها تتحول للون الاخضر زي ما انتم شايفين، وكده تبقى جاهزة معانا. تقريبا بتاخدش 5 دقايق. حاجة جميلة جدا، الاطفال هيحبوها بقى. حطي عليها نوتيلا، شوكولاتة، اي حاجة، زينيها بزينة لو انت حابة، وكده تبقى جاهزة معانا. كل سنة وانتم طيبين.